عسى أن تفوزوا بالجائزة العظيمة والمنحة الجسيمة، فقد بلغكم رمضان وأعانكم على أن أتممتم صيامه وقيامه، وها قد أراكم عيد الفطر يوم الجائزة الكبرى. رفع الله شأنه وأبان عن فضله، إنه يوم التكبير يا أحباب رسول الله، فزينوا يومكم هذا بالتكبير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر. هكذا تتجلى معاني العيد الربانية، فقد ربطها المولى جل وعلا بعبادات الإسلام. هذه هي أعيادنا، نكبر ونذكر ونهتف باسم الله، ونهتف باسم الله والله أكبر. جاء العيد ليختم لنا بالصالحات رمضان، فما الأعمال إلا بالخواتيم. أيها المسلمون، أيتها المسلمات، إن رمضان قد انتصب لكم مودعا وسار مدبرا مسرعا، فأين البكاء لرحيله؟ ألا تبكون لفراق شهر رمضان؟ ألا تبكون لفراق شهر التراويح؟ ألا تبكون لفراق شهر الخيرات؟ ألا تتأسفون على رحيل شهر العفو والغفران؟ ألا تحزنون على رحيل شهر العتق من النيران؟ لقد أدبر شاهدا على المسيء، لقد أدبر شاهدا على المسيء بالإساءة وعلى المحسن بالإحسان. رحل رمضان، رحل رمضان، وكلنا راحلون، والدنيا بأسرها إلى الرحيل. جاء عيد الفطر مسك الختام وكلمة الشكر على إتمامه، إنه يوم يعتق فيه الصائمون الصادقون من النار، ويلتحق فيه المذنبون بالأبرار، فمن أعتقه الله من النار حق له أن يفرح وحق له أن يكبر، ومن فاته العتق من النار فلينتظر يوم الوعيد، إنه يوم يوفى فيه العاملون أجورهم. لكن كما تعلمون، ليس كل تاجر رابحا، ولا كل متجر ربيحا، وليست كل بضاعة من أعمال العاملين تروج عند الله. وقد خاب وخسر من اجتمع عليه التعب والخسارة، وطوبى لمن كان في قائمة العتقاء من النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أمة الإسلام، ها نحن في يوم العيد، ها نحن في يوم جمع الله لنا بين عيد الفطر وعيد آخر، إنه يوم الجمعة. أي فضل وأي بركة أعظم من أن يمد الله في أعمالنا ويجمع لنا بين عيدين، عيد الجمعة وعيد الفطر. كبروا الله على هذه النعم، كبروا الله على هذه النعم، فإخوانكم قد رحلوا وأنتم بقيتم، وكل هذا بفضل الله، وكل هذا بفضل الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. أمة الإسلام، ها نحن في يوم العيد الذي جاء بعد شعيرة كبرى من شعائر الإسلام، وفريضة جليلة من فرائض الإسلام، وإن لكم بهذا اليوم العيد السعيد فرحتان: فرحة بفطركم، وفرحة بلقاء ربكم إن أحسنتم الصيام. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كانت غداة الفطر بعث الله تعالى ملائكة في كل بلد فيهبطون إلى الأرض، فيقومون على أفواه السكك فينادون بصوت يسمعه جميع من خلقه الله إلا الإنس والجن، هم الآن ينادون بأعلى أصواتهم الملائكة الكرام، فيقولون:
وينادون عليكم يا أمة محمد، يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم يغفر الذنب العظيم. فإذا برزوا إلى مصلاهم يقول عز وجل: يا ملائكتي ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ فيقولون: إلهنا وسيدنا أن توفيه أجره. فيقول الله تبارك وتعالى، فيقول ربنا سبحانه وتعالى: يا ملائكتي أشهدكم أني قد جعلت ثوابهم في صيامهم شهر رمضان وقيامهم رضاي ومغفرتي. اليوم توفون أجوركم. انتهى الشهر ورحل الشهر، ووجب أن تكافؤون وتجازون، وجائزة الله سبحانه وتعالى وثوابكم عند الله على صيامكم، الثواب هو رضا ومغفرة الله. هذه هي جائزتكم، هذا هو ثوابكم، هذا هو حسابكم، الرضا والمغفرة. فكبروا يا عباد الله، فكبروا يا عباد الله، فقد غفر الله لكم ورضي عنكم. ويقول جل وعلا، ويقول جل وعلا بعدما يشهد ملائكته أني قد غفرت لهم ورضيت عنهم، ثم بعد ذلك يقول لكم وينادي عليكم: عبادي سلوني، سلوني فوعزتي وجلالي، فوعزتي وجلالي لا تسألوني اليوم شيئا في جمعكم هذا لآخرتكم، شيئا لآخرتكم إلا أعطيتكموه، ولا لدنيا إلا نظرت لكم. انصرفوا مغفورا لكم، قد أرضيتموني ورضيت عنكم. الله أكبر، الله أكبر، قد أرضيتموني بصيامكم وقيامكم، قد أرضيتموني ورضيت عنكم. كبروا يا عباد الله، لقد عفى الله عنا، لقد غفر الله لنا، لقد رضي الله عنا. الله أكبر يا عباد الله، لقد فتح الله لكم في يومكم هذا باب القبول، فلا تغفلوا عن الدعاء، فلا تغفلوا عن الدعاء. وإن ربنا جل وعلا قال: سلوني فسلوا الله، كما نظر إلينا بعين الرحمة والمغفرة والعتق من النار. سلوه أن ينزل علينا الغيث المدرار، سلوه أن ينزل علينا من بركات السماء وأن يخرج لنا من بركات الأرض. اللهم إنا نستغفرك، إنك كنت غفارا، فأرسل علينا السماء مدرارا. اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث. عباد الله، لا تغفلوا عن الدعاء، فالعيد لا يعني إيقاف التعبد والانطلاق من كل قيد وقطع الصلة بالله، فهو يوم تكبير ودعاء، هو يوم التأكيد على دوام الطاعات، لا يوم الانقلاب والانطلاق بالشهوات وانتهاك الحرمات وارتكاب المحظور من اختلاط وتبرج وسبور وإطلاق للبصر. بل كما قال سفيان الثوري: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا غض البصر. فلا تستهينوا بمثل هذه الأمور، فإن الله جل وعلا قال: وليحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كيف يفرح بالعيد من هو مصر على الفساد؟ كيف يفرح بالعيد من هو مصر على الغفلة وغيرها من المعاصي؟ وكأنه كان في سجن طوال شهر رمضان. النوح أحق بك من السرور يا مغرور، والحزن أجدر بك من جميع الأمور. فرب رمضان هو رب جميع الشهور، فكيف يفرح بالعيد من تاب ثم عاد؟ ثم احذروا يا عباد الله، ثم احذروا يا عباد الله أن تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. احذروا يا عباد الله، أمة الإسلام
أمة خير الأنام، يا من وفيتم رمضان حقه على أحسن حال، لا تتغير بعده بشوال فتكون كالتي نقضت غسلها. فليس العيد لمن فرح بانقضاء شهر رمضان، إنما العيد لمن أعطاه ربه الأمان. فقد مضى رمضان كما ستمضي من بعده الشهور والأعمار، لكن البقاء لله الواحد القهار. يقول الحسن البصري: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجتمعة، ألا فاعتبر بانقضاء الأيام والأعوام، ولا تأمن مكر الله، ولا تقول لقد صمنا وصلينا وقمنا، فقد يجعل الله كل ذلك هباء منثورا. ولله ذر الأقوام نصبوا أنفسهم، نصبوا الآخرة بين أيديهم، وفهموا الإسلام، وأدركوا الحكمة من أوامره ونواهيه، فبلغ هذا الدين على أيديهم ما بلغه الليل والنهار، فقد هانت الدنيا في أعينهم، وهان كل شيء في سبيل الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها المسلمون، أيتها المسلمات، تصفون عيدكم هذا بالسعيد المبارك، وتستقبلونه بالبشر والطلاقة، وتتبادلون به التهاني والأدعية بطول الأعمار وبلوغ الآلام وبلوغ الآمال. فهل أدركتم فعلا حقيقة العيد؟ هل أدركتم فعلا حقيقة العيد؟ أم هو تقليد وتصور بليد؟ لو أدركنا معاني العيد لعقدنا فيه النواح على سوء أحوالنا وفقدان وحدتنا وأمراض قلوبنا وانتهاك أعراضنا ومقدساتنا وضياع أمتنا. ماذا سنقول لربنا يوم نلقاه وقد فرطنا في أجزاء من أمتنا؟ ماذا سنقول لشفيعنا وقد تجاهلنا ما يصنعه الأعداء بإخواننا؟ بأية حال عدت يا عيد؟ بأية حال عدت يا عيد؟ أبنكبة فلسطين أم بنكبة السودان؟ أم بما يحدث للأمة؟ أم بالحدود التي تنتهك جهارا نهارا ونحن لا نبالي؟ يا له من عيد، يا له من عيد لو كان شمل الأمة مجتمعة، يا له من عيد، يا له من عيد لو كانت أمة الإسلام موحدة، يا له من عيد لو تحرر الأقصى، يا له من عيد، يا له من عيد، يا له من عيد لو كانت الأمة على أحسن الأحوال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إيه يا عيد، إيه يا عيد، كأنك تقول لنا، كأنك تقول لنا: لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، ولا أملك لكم خيرا ولا شرا، ولا أسوق لكم نحسا ولا سعدا، ولا برقا ولا رعدا، فأصلحوا أنفسكم واتقوا ربكم واعملوا صالحا، واجمعوا كلمتكم وطهروا قلوبكم وصححوا عقائدكم واعقدوا عزائمكم، وتحابوا في الله، ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وأنت ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا على الفعل على فعل الخير، تعاونوا على الوحدة، تعاونوا على بناء أمتكم، تعاونوا على بناء أوطانكم، اتركوا الأحقاد، اتركوا الغل، فالعيد هو ترك الأحقاد، والعيد هو ترك الغل. أي عيد يا عباد الله؟ والقلوب والصدور تكاد تنفجر من الغل والأحقاد. عباد الله، إن أمتنا جريحة تعاني ويلات الاستعمار الفكري والعسكري، فاسأل الله أن يفرج عن أمة الإسلام، إنه قريب مجيب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج عن أمة الإسلام، وأسأل الله العظيم أن يوحد صفوفنا ويجمع شملنا ويحفظ أمننا ويبارك في أمتنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
الحمد لله الذي وعد من أطاعه بنعيم جنانه، وعذر من اعتذر من قبيح عصيانه، وغفر لمن عبر إلى حرم غفرانه، ونصر من انتصر بعظيم شانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحه الملك بأعوانه، والفلك بدورانه، والبرق بلمعانه، والسحاب بسريانه. وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله قهر الكفار بفصيح بيانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أمة الإسلام، أمة الإسلام، إن شعائر المسلمين اليوم خلت من روحها وأصبحت وظائف عادية يقوم بها القائمون، تأثرًا بالعبادات لا انسياقًا ولا خضوعًا للدين. فلا تجردوا عيدكم هذا من حليته الدينية، ولا تعطلوه عن تلك المعاني الروحية السامية التي جاء لأجلها. واعلموا يا عباد الله أن الله شرع لكم في هذا اليوم التوسع على العيال والأهل والفقراء والمساكين، وأمركم بصلة الأرحام، وأمركم بصلة الأرحام. فالعيد الحقيقي إذا وصلنا أرحامنا ولم نقطعها. فلا تجردوا عيدكم هذا من حليته الدينية، ولا تعطلوه عن تلك المعاني الروحية السامية. واعلموا يا عباد الله، واعلموا يا عباد الله أن الله أمركم وحثكم على صلة الأرحام، فإياكم وإياكم وقطع صلة الأرحام، فإن الرحم مشتق من الرحمن، فمن كان قاطعًا لرحمه لن يقبل دعاؤه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فصلوا أرحامكم، وزوروا الأهل والأقارب، وأدخلوا الفرحة في قلوب الضعفاء منكم، واستوصوا بأنفسكم خيرًا، ولا تلقوها في دائرة الاختلاط وتدفعوا بها إلى التبرج والسبول. كما يستحب بعد ذلك صيام 6 أيام من شوال، واليوم يحرم الصيام. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر. أخرجه مسلم. فاشتبقوا الخيرات، ولا تضيعوا مثل هذه الأوقات، واستكمالا للأجر، من جاء من طريق فليعد من طريق آخر، لأن الملائكة كما ذكرنا يعكفون على الطرقات ويدعون لمن مر به. فكان الاستحباب في تغيير الطريق أن يمر المسلم على ملأ لم يمر بهم في غيابه أو في مجيئه. فالملائكة التي تصادفها في مجيئك ليست هي التي تصادفك في إيابك لتدعو لك بالبركة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا وإياكم، وأن يدخل الفرحة في قلوب جميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر. وأسأل الله أن يحفظ بلدنا وأمننا وأمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يتم علينا الفرحة بنزول الغيب. أسأل الله أن يتم علينا الفرحة بنزول الغيب. اللهم أهل علينا هذا العيد باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم اغفر ذنوبنا وخطايانا، وانصرنا نصرًا عزيزًا، وأتم علينا نعمتك، وانشر علينا رحمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وألبسنا الحلل بكتابك، وأدخلنا في عبادك الصالحين بمنك وجودك وإحسانك. اللهم اجعل رمضان شاهدًا لنا ولا علينا. اللهم يا رب ثبتنا بعد رمضان. اللهم أغِض قلوبنا بالإيمان، وألسنتنا بقول الحق يا رحيم يا رحمن. اللهم أصلح حالنا، واهدنا سبل السلام، اشف مرضانا، وعاف الأصحاء منا، ارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم أنزل سحائب الرحمات، وأنزل شآبيب الرحمات على قبور والدينا وعلى سائر موتانا يا رب العالمين. يا رب واجمع شملنا، وآتي بيننا، ووحد كلمتنا، وانصرنا على أعدائنا،
إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جرير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم طهر صدورنا وقلوبنا من العداوة والبغضاء. اللهم إن قلوبنا مريضة فاشفها. اللهم إن قلوبنا مريضة فاشفها. اللهم إن صدورنا مريضة فاشفها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيد علينا من عوائد فضله، وأسأل الله أن يجعل أمة الإسلام سعيدة منتصرة، وأسأل الله أن يرفع راية الإسلام إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. يا عباد الله همنوا بعضكم بعضا وصلوا على سيدنا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.